سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر، فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب الصدع هي اللحمة. يا أزهر كم زهرة حب أنبت روضك في الأكوان، وبساح الجنة كم زرعت كفك من غصن الريحان، ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان، لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. وعلم الهيئة أيها الأمراء يبحث في حركة الكواكب، ومن خلال تلك الحركة نعرف أشكال وأوضاع الأفلاك. وكيف نحسب الحركة والأفلاك يا شيخ سليمان؟ بعلم الهندسة يا أمير أركان. ولا تنسى أننا أصبحنا في زمن تتكامل فيه العلوم، ولا غنى لعالم عن معرفة العلوم الأخرى. ما شاء الله، نترك علوم الشريعة لننظر في النجوم؟ النظر في حركة الكواكب والنجوم عبادة يا أمير نزار. ألم يذكر القرآن الكريم النجوم والكواكب والسماء أكثر من مرة؟ بل أمرنا الله بالتفكر في خلق السماوات والأرض. وماذا يفيدنا إذا درسنا علم الهيئة هذا؟ أخبرني يا أمير، هل تصلي؟ الحمد لله. فكيف تعرف القبلة في مكة وأنت هنا في الأستانة؟ أنا لم أفكر في هذا من قبل. هل سبق لك الحج؟ نعم، أنسيت أن أبي هو الأمير. وهل تصوم رمضان؟ نعم. إذن فاعلم أن العبادات ومواقيت الأشهر الهجرية لا تستقيم إلا بالنظر إلى النجوم والكواكب. وهناك شيء آخر يا شيخنا. وما هو؟ علم الهيئة يختلف عن رصد النجوم لادعاء معرفة الغيب بالباطل، فهذه خرافات من عمل الشيطان. أما أن نبحث في قدرة الله فهذا من حسن العبادات. بارك الله فيك يا أمير أركان، بارك الله فيك. ألا تستريح قليلا يا شيخ سليمان؟ اذهب أنت إلى بيتك إذا أردت، أما أنا فسأبحث عن حل لمسألة فقهية تشغل بالي. لكننا شارفنا على منتصف الليل، وأنا لن أستطيع النوم مدام رأسي مشغولا. حسنا، انزل أنت وسأصعد أنا لأبحث لك عما تريده. إنها مكتبتي ولن تستطيع البحث فيها مثلي. هل تعرف كل كتاب فيها؟ بالطبع، إنها الشيء الوحيد الذي أحبه في الأستانة. لكنها كبيرة جدا. لو أنك رأيت مكتبتي في القاهرة ما قلت هذا. أكانت أكبر؟
بأضعاف. لقد كانت أكبر مكتبة في القاهرة، وكانت مقصد كل طلاب الأزهر. يا الأزهر، ردك الله إليه سالما. ها، هل وجدت ما تبحث عنه؟ لا لا، احترس يا شيخ سليمان، لن تبلغه هكذا. أظن أن هذا احترس شيخ سليمان. جدي جدي جدي، يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة، باسم مولانا الوالي، باسم مولانا الوالي، بشرى لكل الخلايق في كل البلاد. تولى شياخة البلد بكل البشر والإسعاد، صاحب الحكمة والتوقير، علي بيك الكبير. يا أهالي القاهرة، يا أهالي القاهرة. علي بيك، استرها يا ستار. هو مثل غيره مملوك راح مملوك جاء، مملوك راح مملوك جاء. لا يا خواجة حنة، لا، علي بيك غير الكل. لماذا يا معلم يونس؟ كأنك لا تعرف يا معلم رضا، علي بيك هذا لا يحب إلا نفسه، وعنده استعداد أن يحرق البلد ولا يترك الكرسي. عندك حق، يكفي أن محمد الخازندار رجله المقرب رجل شر ومصائب. السكوت أحسن يا معلمين، كل على دكانه. مؤكد أن البصاصين الآن في كل مكان. بدأنا قلناها، ربنا يستر. أنت، ما رأيكم يا شيخ الأزهر في رجل يريد ألا يتبع مذهبا فقهيا معينا؟ ما لك أنت وما للناس؟ من يريد أن يتبع مذهبا معينا فأهلا وسهلا، ومن لا يريد هل يكون خارجا على الدين؟ لا يا شيخنا، طبعا لا يا شيخنا، لا يا شيخنا. واعلم أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق يا بني. المهم أن يتبع الناس القرآن والسنة، وإن كنت أرى أن اتباع العلماء فيه قوة ويعين الناس على الدين. وأنت؟ لي صاحب تاجر يا مولانا. و لك صاحب؟ وتسأل بدلا منه؟ ما لكم اليوم كل رجل يدس أنفه في شؤون إخوانه؟ أكمل. لي صاحب تاجر يا مولانا، ويصلي في دكانه، لكنه ينوي أن يقطع صلاته إذا ما جاء إليه مشتر، فما حكم صلاته؟ قل له أن يتقي الله في صلاته، وأن صلاته إذا ما كانت مرهونة بشيء فهي باطلة، وعليه أن يعيدها ولا يرهنها بأي شيء. وأنت، وأرجو ألا تفعل مثلهما وتسأل عن شيء يخص أصحابك. بل سأسأل عن شيء يخص كل الناس. كل الناس مرة واحدة؟ خيرا. ما رأيكم يا مولانا في حكم علي بيك الكبير؟ أحتاج إلى بعض الوقت لأعرفه، فأنا لم أره حاكما، وإن كان ماضيه يخبرنا بالغد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنت؟ لا أعرف ما الذي دفعك لتنقل سريرك إلى هنا. السرير جعل الغرفة ضيقة وجوها خانقا.
لا أشعر بالراحة بعيدا عن كتبي. بعيدا؟ إن غرفة نومك لا تفصلها عن المكتبة إلا هذا الجدار. دعني كما أحب يا أمير أركان. فقط كنت أنشد لك الراحة. وأية راحة أكثر من تلك التي توفرها لي؟ لقد جئت إلي بالطبيب وكلفت خادما ليكون جليسي، ولم تغب عني يوما منذ أن كسر ساقي. وهل ما فعلته إلا بعض من حقك علي؟ أليس هذا واجب الطالب نحو شيخه؟ هذا كثير يا أمير. أتسمي خدمتي لك شيئا كثيرا؟ بل ما جعلتني أشعر به الآن، إنك تذكرني بهم ويوسف، حفيدي اللذين فارقتهما، لهما مثل رقتك. أتذكرهما؟ نعم، أذكر عندما كان يوسف يضحك لي دائما، أما هند فكانت تحن علي كما تحن أنت. لك إذن حفيد جديد يا شيخ سليمان، اسمه أركان. أهلا بك في داري يا شيخ حفني، إنها أول مرة أستقبل شيخ الأزهر. لعلي أكون لك من الناصحين يا علي بك. ومن ينصحني إن لم تفعل؟ لكني عاتب عليك. لما ونحن لم نلتقي إلى اليوم؟ لأني كنت أنتظر أن تشرفني بالزيارة عندما طاف المنادي بولايات لي شيخة البلد، ولولا أني أرسلت في طلبك ما زرتني. لست أنا ممن يهرول لتهنئة أمير أو سلطان، فلست طالب دنيا، ومشاغل الأزهر لا تنتهي. أنت تريد من الحاكم أن يأتي إليك؟ ولا هذه أيضا يا علي بك. فماذا إذن يا شيخ حفني؟ أنا أجيء إليك في أي وقت تشاء، وسأكون من الناصحين، ولن أدخر كلمة حق أبدا ما دمت حيا، ولكن لي شرط. وما هو؟ أن تراعي حرمة الأزهر، وألا ترهق المصريين بالحرب والتجويع. وأنا أيضا لي شرط، ألا ينازعني الأزهر في سلطتي. لا يجب علي أن أعود إليكم في كل أمر. هل تريد إذنا مني كي تتجاهل الأزهر وعلماءه وطلابه؟ إن الناس تثق بنا وتلتف حول رجال الأزهر. صحيح أني شيخ البلد ومعي آلاف المماليك بالسلاح، لكني لم أطلب هذا الإذن، فقط أريد السلام بيننا وبينكم. السلام لأهل السلام يا علي بك. لست بالرجل السهل يا شيخ حفني، ويبدو أن كلينا لا يحب الآخر. لقد بدأ صراعي معك مبكرا جدا. ماذا بك يا هند؟ أنا بخير يا عم حنة، لا تقلق. لكنك تأكلين القليل ونومك متقطع ودائما شاردة. جدي يا عم حنة، جدي الشيخ سليمان، هل جاءك في الحلم مرة أخرى؟ نعم، وما يزال يشعر بالتعب. أعرف أنك تراني مجنونة، ولكن... لكن ماذا يا هند؟ أكملي كلامك. أشعر كأن جدي يستنجد بي. يا ابنتي، أنا أعرف أنك تحبينه جدا، لكن حاولي أن تراعي صحتك. صحتي؟ ألا ترين كيف هزل جسمك؟ كفاك هذه الأحلام. أحس كأنها رسائل لا مجرد أحلام. فليكن رسائل، ماذا يمكن أن تفعلي له؟ لا أفهمك يا عم حن. أقصد لو كان جدك حيا، هل تقدرين على معاونته؟ هل تعرفين أين هو؟ أم أنك ستنتظرين حلما يخبرك؟ لا تسخر مني يا عم. حاشا لله، لكني يا ابنتي خائف عليك، فكل هذه الأحلام بلا فائدة ولن تصلي بها إلى أي شيء. أركان، أريد أن أتحدث معك قليلا. عن الشيخ سليمان، أليس كذلك؟ بلى. ماذا بينكما لتخدمه كل هذه الخدمة؟ أنسيت أنك عثماني وهو مجرد صعلوك مصري؟ تأدب يا نزار حين تتحدث عن شيخك، الشيخ سليمان ليس صعلوكا،
ولولا أنه عالم ما جاء به إلينا. لكنك تخدمه مثلما يفعل العبيد، إنك تحط من شأننا جميعا. كلكم لآدم وآدم من تراب. أنت تتكلم مثله، نسيت أنك أمير. لا تحقد عليه يا نزار ولا تحط من شأنه، ادع له بالشفاء وعندما تراه تحل معه بالأدب بإذنك. لقد استحوذ سليمان هذا على أركان تماما، ملأ رأسه بحكايات الأزهر وعلماء الأزهر وطلاب الأزهر، بينهما سر أكبر من كل هذا، ولا بد لي أن أعرفه. ماذا بك يا شيخ سليمان؟ أشعر بالضعف. الطبيب أخبرني أنك بخير، إنك فقط تشعر بالحزن من أجل ساقك المكسورة. بل إني أشعر بنفسي يا أمير أركان، أنا أقترب من الموت. لا تقل هذا يا شيخي، مضى الله في عمرك. أكثر ما يحزنني أني سأموت في بلاد غريبة دون أن أطمئن على ولدي. ألم ترسل إليهما أبدا؟ أبدا، كنت أفكر في هذا طوال الوقت، لكني كنت أخاف البصاصين الذين تجسسون علي. إلى هذا الحد؟ يكفي أنه طوال سنوات بقائي هنا ولم يأمن لي أحد ولم آمن إلى أحد. حتى أنا يا شيخ سليمان؟ ماذا تقصد؟ أكتب إلى هند ويوسف، ومهمتي أن تصل رسالتك بأمان إلى القاهرة. هل أنت جاد في هذا يا أركان؟ جربني وستعرف أني أفعل من أجلك أي شيء. أعطني ساعة، بل أقل من ساعة، بل لحظات، لحظات وتكون رسالة بين يديك. لقد سمعت كل شيء يا أركان، هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وهذه الرسالة لن تصل أبدا. حين زاد الصمت في أرجائها، قد نطقت الحق في وجه العناد. أزهر الحق ينادي، إنني في ظلام الجهل نور للهدى. أنا شعب مصر في أعينه، حين نادت كنت للصوت صدى. كم إمام في سماء صعدا، كي يرى نورا يزور البلد. Yeah.